ظلم، بل الملامح والبطولات عبر تاريخ الإنسانية. ومع ظهور نظام الذكور المتسلط، حيث العبودية والاضطهاد والظلم، وخاصة في عصر الحروب وقوة السلاح السائدة في المنطقة، لم يعد وجودا للأمان والسلام، بل وجود النضال والمقاومة. المرأة في ظل الاحتلال تعرضت لكافة أنواع العنف والقتل والتهجير والدمار والتشرد، وتعرضت لأبشع أنواع الانتهاكات، وتعرضت لحروب خاصة من قبل جميع القوى الرافضة للديمقراطية والحرية. باسم رابطة جين النسائية ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، نؤكد على أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الوعد بتعزيز المقاومة النسائية ضد كافة أشكال وأنواع العنف الأبوي والفاشية الذكورية، وأنه بالوحدة النسائية وبالعمل المشترك سنكون جديرات بذكرى الأخوات ميرابيل والسير على دربهن ودرب آلاف من أمثالهن ممن قضينا في سبيل حقوقهن وحرياتهن المسلوبة. إننا نستلهم قوتنا من نضال شقيقاتنا في روجافا وباكور ولبنان وتونس وفلسطين والعراق وكل بلدان المنطقة، بل ومن نضال كل نساء العالم من أجل بناء مجتمع تسوده المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والحرية الحقيقية والكرامة الإنسانية والسلام المستدام.